FM. الكلمة ليك حرائر تونس. حرائر تونس اليوم تحضر بحثنا مدام هجرة قراب. مرحبا بك مدام هجرة. عايش شحويلك لباس؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا على كاب FM. دونك مدام هجرة 50 سنة خياطة. ايه فوالا باش نبداو نحن نحكيو من الاول. وبالحق تبعوا الحكايه اليوم محلاها كي المراه تبدا تبني في روحها بشويه بشويه وتخلط اللي تحب عليه وتخلط الحلم نتاعها ملي هي صغيره. دونك انت مدام هجره الوالده نتاعك كانت طرازه، تربيت في لونطوراج ديجا الكلهم خياطات وطرازات، تبارك الله عليهم ويعطيهم الصحه. ما نضيعوش الوقت من الصغرى. نحن نقرا ومنطن نتعلموا حاجات في السلايع. يلزمنا نطرزوا، نتعلموا الكروشيه، نتعلموا لانا، نتعلموا نعاونوا والدينا زاد في ويا محليها ده. الام كي تعلم صنعتها لولادها مدام هجره هكا ولا يعطيك الصح. وتغرمهم كنا روحنا مغرومين من الصغرى واحنا ديما حاجه بين يدينا وما نضيعوش الوقت. وكانت امي طرازه ممتازه متقونه معروفه بدقتها. وكان بابا ديما ينسسينا على الصنعه، يقول لنا راهي صنعه اليدين خير من مال الجدين. يا ولادي اتعلموا الصنعه من حيث انتم صغار وراهي تمشي في دمكم. مشجعكم برشا كان. مشجعنا برشا امي وبابا الله يرحمهم. الله يرحمهم. عايشك. هكاك وليت انا نبدا مغرومه من غير ما نشعر. معناها تحس روحك مغروسه فيا، مغروسه فيا. زاد عندي مرت خالي تخدم اللانا، غرست فيا زاد حب اللانا وحب الكروشيه كليك. تعلمتهم الكل. تلقى روحك تعلمت التريزه والكروشيه والصوف. يعطيك الصحه. وانا نقرا بيه. من فميك معناتها قريت الخياطه. وليت من بعد خرجت من القرايه نتاعك. ومشيت تخصصت، قلت سي بون مادامني انا مغرومه بالحاجه هذيك خليني يا خويا نتخصص فيها الخياطه، اكيد مادامني حاجه مغرومه بها باش ننجح. يعطيك الصح. وقريت وخذيت شهادتي وكنت من الممتازين. وعندي برشا اللي انا متغرست فيها من صغر الانتباه والدقه. عندي نعمل حاجه مزيانه، ما نحبش نعمل حاجه كبيره ولا حاجه هكاك وبرا، نحب نعمل كان حاجه متقونه. من فميك تبارك الله دخلت للمعمل. انت خدمت ساعه قريت عامين. خذيت الشهاده نتاعك. خذيت الشهاده نتاعك. بعد قعدت بريود تخدم في الدار. خدمت في الدار. اي بحكم الصغيرات والعرس وكل شيء، قلت علاش لا خليني نتلهي بصغاري شويه. من بعد قلقت مدام هجره. قلقت وفما برشا سؤالات، فما برشا عباد يحبوا تدخل فيها هكا الديون ودرا شنو، لقيت روحي مانيش مرتاحه. ورغم خليني نخرج نخدم على روحي. اي نخرج نخدم وخدمت انا بريود في داري زاد بالكدا. من بعد تبارك الله لاهيه بولادي ناجحين في قرايتهم. اربع صغيرات، انا ام اربع صغيرات، ربي يفضلهم لك ان شاء الله. ديما زاد حاطه فيهم انهم يقرا ويكونوا ناجحين والحمد لله رب العالمين. دخلت للمعمل خدمت بالقداء. كنت نخدم كل شيء بالفعل زاد. فما حاجه نحب نقولها لكم، يقولوا لي راك جوكير. اللي انا ما نضيعش الوقت. يعني كل بلاصه تلقى فيها روحك. كل بلاصه نلقى فيها روحي وبالاخص الحاجات الصعاب نخدم كل شيء بالقدا بالقدا زاد. من بعد هذاك فما حاجات انا الحق الحمد لله معناتها لقيت برشا بنات يجيو بين يديا وانا نخدم في المعمل. خاطر انا كنت راني نخدم موديلات، ندخل موديلات ونخدمهم ونوزعهم لفرنسا باش تجينا عليهم من السلعه. انت تبارك الله عليك في ساعه ترقيت في المعمل وعطاوك الثقه في ساعه مدام هاجر، خاطرك انت مغرومه كما قلنا بالخياطه بالقدا بالقدا. وليت انت حتى البنات اللي يجيو يحب يدخلوا للمعمل انت اللي تشدهم. معناها كثلاثه ايام، قلت لي ثلاثه ايام اكهو. اي احنا ديما كانوا يعطيونا فرصه. في ثلاثه ايام اكهو للبنات. احكي لنا ثلاثه ايام هذوك ما فيهم الطفله تجم تخدم، دخلها للشان وتعلمها انت شويه، تزيد معناتها تعمل لها تكوين شويه وتدخلها، طول بالك عليها. اذا كان لقيتها انت ما تجمش وهي ماهيش ما تجمش حاسيلو، تقول لها سامحني. واضح قعدت برشا في قلبك الحاجات هذوك. يسخفوك. يسخفون ويقولوا لي مدام عاوننا عاوننا. ما نجمش، فما بس حالات ما نجمش. والله يجوني حتى بنات قارين. ما على غالب ما نجمش، حتى عندها شهاده لكن هي من صغرها ما تعلمتش الصنعه. وما دخلتهاش في روحها بشوي بشوي، ولا والديها دخلوها لها معناتها بشوي بشوي، هي تولي صح معناتها تجم تكبتي للحاجات كيفاش احنا نشدوا باليدين. خاطر راهي الصنعه ماهيش كي القرايه، راهي القرايه باهيه
ونأكدوا عليها. أما الصنعة راهي تتعلم من الصغرى، معناتها دقة اليد، دقة الانتباه. الإنسان فما حاجات يلزموا يبداهم من الصغرى. من فميك قلت لي البنات هذوكم قعدوا في قلبك، معناها تقول مساكن وقتاش باش يلقاو خدمة وثلاث أيام ما زازوهمش باش يتعلموا، هو راهو ثلاث أيام بالحق، معناها واحد كان مش مغروم بحاجة في ثلاث أيام باش يتعلمها صعيب ياسر ياسر. مدام هجرة هذاك هو بروجرام الخدمة، زاد هذيك مؤسسة ويلزمها تنجح، عندها ويلزم القوانين نتاعها. من وقتها الفكرة نتاع المشروع هذيا قعدت في مخك، قلت علاش لي البنات هذوكم اللي يحبوا يتعلموا، علاش لي مش انا نعلمهم، علاش لي ما نوصلهمش انا؟ اي انا نعطيهم فرصة اللي هما نحط لهم صنعة في يدهم، اللي برشا ناس زاد ماهمش كان اللي يدخلوا للمعمل، رحنا نحنا نقري، انا عندي توسنت ماهوش يقري كان اللي في يمشيوا للمعمل، نقري اللي زاد تحب تخدم وهي في دارها وتكون حره، اللي تحب تعمل مشروع تجي تخدم بحدنا وبعد تمشي تعمل شويه كما نقول احنا مع خياطه معناها حتى الروح. مدام هجره دونك اللي فهمناه منك اللي انت من بعد مشيت عملت بروجي نتاعك اللي هو سنتر، بديت من الاول معناها قلت خليني نقري البنات اللي يحبوا يقراوا الخياطه. احكي لنا على بداياتك من الاول في المشروع هذايا، انت وقتها سيبت المعمل وقلت سي بون خليني نتلهي في مشروعي. احكي لنا على البدايات كيفاش كانت. البدايات راهي ديما صعيبه الحقيقه، من الاول صعيبه برشا والانسان الحمد لله اللي جيت بصنعتي. كنت بديت بثلاثه بنات نقري فيهم في عام 2013. في عام 2013 بدينا بثلاثه بنات، وبعد كل مره جينا بنيه جينا بنيه، حاسين وصلنا في اخر العام رانا ثمانيه بنات ما فتناهمش. اما كنا الحاجه اللي نخدموها حاجه صحيحه، نعطيه صنعه بالقدا، وانا في راني نقيم فيه انا بروحي، ما خديتش انا قرض، نقيم فيه بروحي للمشروع نتاعي. تخدم ليل ونهار؟ نخدم ليل ونهار، في النهار نقريو وفي الليل ونكمل، احنا نقريو ديما صبحيات، من القايله نفطروا ونقوم نخدم نخدموا. وزاد انا صاحبتي دخلت معايا، صاحبتي تخيط معايا من الاول، وبعد ولينا تبارك الله نبات نصبح للصباح وانا نخدم كيف 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 هكاك الحمد لله. معناتها البنات عجبتهم القرايه نتاعنا، خاطر انا صاحبت صنعه راني نحب نعطي كان صنعه صحيحه، نحب نعطي حاجه مزيانه. كيف حتى يجيونا بعد بشوي بشوي تعرفنا بالفورماسيونات اللي كنت نحكي لك عليها. شنو تقريو في السونتر؟ خاطينا فكره. يعطيك الصحه، في السونتر نقريو الفصاله والخياطه نتاع عمي، ونقريو فورماسيونات نتاع اللي تحب تخدم في المعمل، كيما قلت لك تجي نعمل لها تكوين ونبعثها للمعمل. زاد عندي برشا معامل يجيو يطلبوا مني. نقريو فورماسيونات نتاع الكساوي نتاع الديا، سامحني زاد نقريو الكوبا كاهو، فما برشا خياطات يعرفوا يخيطوا بالكدا لكن ما يعرفوش يفصلوا الفصاله اللي احنا نفصلوها نقول احنا بالمتر والباترون الاصلاني يجيو احنا نقولوا هذيك فصاله عربي، احنا نعلموهم الفصاله الصحيحه اللي بالكدا. واضح واضح. ايه. سواغي زيدا نعملوا زيدا، عندنا فورماسيونات نتاع سواري، عندنا فورماسيونات نتاع كساوي نتاع كساوي ديا. احنا رانا كيف اللي يجينا للسونتر قدره ربي يلقى روحه يخدم حاجه باهيه ومام طون يتعلم، لان راني ناكد لكم على اني انا في الصنعه خاطر انا صاحبت صنعه راني ما نعطي كان حاجه صحيحه وسمحه مزيانه. يعطيك الصحه مدام هجرة، نخدم انا وصحابي اون جروب واداره كامله. نتمنوا لك التوفيق وان شاء الله الصنتر نتاعك ان شاء الله اكيد ان شاء الله يزيد ينجح اكثر واكثر، وخاصه انتم توا تحضروا في ديفيلي، انا نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله تجيو بحذنا لهنا في كاب اف ام وتحكيوا لنا على خدمتكم الكل. باهي مدام هجرة، دونك نحن حسب القصه نتاعك انت شفنا قداش المرأة كي تبدا مغرومة بحاجة تضحي وتقدم كل شيء وعلى حسب صحتها وعلى حسب حتى ساعات عائلتها تحب توصل للي تحب عليه. أنت كامرأة شنو ميساجك للنساء اللي قاعدين يسمعوا فينا توا تلقاها تحب تقدم وباقي هكا عندها توخر شوية، شنو تحب تقول لها باش تنجم تمشي في المشروع وإلا تمشي في الصنعة اللي هي تحب عليها؟ أنا نقول كل امرأة تقصد ربي وقت اللي تاخذ هي تعرف روحها عندها ما تعطي. ما توهقش، ويلزم زاد العائله تقف معها شويه تعاونها، تكون عندها سند من سواء من راجل من العائله بصفه عامه، وتعمل على ربي وتقدم. ما تقعدش واقعه على خاطر اذا كان هي عندها صنعتها في ايديها راهي ما تخافش. قدره ربي جاونا برشا اللي هما واقين ويحبوا يحبوا المشاريع، وراني انا نشجعهم
وحتى اللي يجيو يتعلموا من عنا راني انا نزيد نعطيهم طاقه، سواء معناتها خلاف العلامه اللي نعلمها لهم راني نعطيهم طاقه انهم كيفاش يحلوا المشروع، يلزمهم يحلوا المشروع ما يقعدوش مكبلين ما يقولوش نخاف نخاف، لا ما تخافش اخدم على روحك. اما ديما انسستي على انك لازم تخدم خدمه نظيفه وخدمه باهيه، راهو الانسان بقدره ربي كي يبدا بدايه صغيره ويكبر خير ما اللي يبدا يحب يعمل حاجه كبيره شوية بشويه معناها، وهي مش على قاعده وهي مش على قاعده، لا نقولوا ربي يقول لك انت عليك بالحركه وين عليا بالحركه. يعطيك الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه مدام هجره، الوقت في ساعه تعدى معاك، انا نشكرك برشا برشا اللي انت جيت بحذنا لليوم، وان شاء الله تحضر بحذنا في مواعيد اخرى ونزيدوا نحكيوا اكثر ان شاء الله على الدومين نتاع الغيطه اللي هو دومين كبير برشا برشا، هو دومين كبير برشا. يحب الانسان اللي يحبه راهي الخياطة، احنا راهي تحب صنعتك قدرة ربي توصل، وراهي النساء اني نحب نقول لهم راهم اقصدوا ربي واخدموا على ارواحكم ربي يعطيكم. انا مشروعي بديتو صغير وبديتو بثلاثة بنات وكيما قلت لك في اخر العام، واليوم عندي حاش عينيك 35 طفلة وتبارك الله، ومن خلال ومن خلاف ان ندخل فورماسيونات هذوما تبارك الله نخدموا على ارواحنا. عندي جروب كامل معايا تويكا مانيش نخدم وحدي زادة، دخلت شكون يخدم معايا، ورانا الجروب هو يزيد يعاوني انا، نحن نتعاونوا بعضنا والحمد لله. الحمد لله، يعطيك الصحة مدام هجر، ميرسي بوكو اللي كنت بحضنا لليوم، فوالا كانت هذه حراير تونس. حراير تونس. كاب اف ام. الكلمة ليك.